صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا؟ هاد النهار جمعه and I'm a day off هاد النهار، وقلت ندير سكسو هاد النهار كسكس ونتقاسموا معكم ونهضروا شويه مع بعضياتنا ونديكم معايا فين غاديه كاع. خرجت بكري هاد الصباح، دابا راه عندنا شي 9:30، غنمشي نتقضى داكشي كاع اللي خاصني باش ندير كسكس. فرايداي تبارك الله ما شاء الله، في المغرب حتى هنا حتى في هولندا، ولكن في المغرب ديما كسكس كيكون في نهار الجمعه. حنا للاسف ما نقدروش ديما نديرو كسكس حيت الخدمه والريتم ديال هنايا ماشي بحال ديال المغرب. So today I said why not، علاش لا، علاش ما نديرش هاد النهار كسكس، وانا كنموت على كسكس. هاي جيرلز، يلا دخلت من برا، جلست، مازال حاطه كلشي هنا قدامي. قلت نوري لكم داكشي اللي شريت، ما شريتش بزاف، مشيت قضيت باش ندير ان شاء الله بلاتي كسكس. وجبت شي تاكا صغيورين، قلت نتقاسمهم معكم. هادو جبتهم من كسينوس، تو ديفرنت اوف سايزز، هادي شويه صغيره هادي كبيره. هادو زوينين باش ديري فيهم اي حاجه، داكشي الصغير تحطي عليه وتحطيه في بلاصه داكشي اللي كديري في الطبسيل نورمالمون ديريه هنايا. كيعجبني انا الخشب بزاف بزاف بزاف. كنت في ريتشوالز جبت هادو، هذا الهازبند، هذا ليا لوف ريتشوالز. جبت جوج ديال الماسك ديال الوجه، هذا وهذا، عمرني ما جربتهم، غنجربهم وغنرد عليكم. اوكي، هادو لاستيكات ديال السبور. دابا نوري لكم اكسرسايز اللي كندير بهم كاع، ولكن زوينين بزاف هادو يكونوا عندك. This is one of 35 kilos وهذا ديال 25 kilos. كاين بزاف د البلايص تقدروا تجيبوهم. هادي باش نرش على كنزو الا دار شي حاجه لي ما خصوش يديرها. ان جبت الكنزو شي حاجه اخرى زوينه، جبت الكنزو شي حاجه اخرى لقيتها وعجبتني بزاف، مع انا دابا راني كيعجبني الخشب بزاف. هادي there are two bowls inside، كتقدري ديري فيها الماكله والما ديالو، عجبني بزاف بزاف. Very simple but it's very nice. صافي، ومشيت لاكشن جبت شي حوايج عاوتاني. هادو كنجيبهم بزاف من اكشن زوينين، ملي كتبغي ملي كطيبي شي حاجه كتبغي تعطي شي ذوقي شي واحد ديريهم في هادو، وفيها حتى الغطايه ديالها. This is from the action. And then we have something else. Sunday it's daddy's day, father day. عيد الاب. و جوج ديال الوليدات خاصني بجوج بهم نجيب لهم شي حاجه باش يعطيو لباباهم، والراجل ديالي كيموت على البارفوم، اذن جبت له البارفوم ما نقدرش نحلو دابا، ولكن هادشي اللي جبتلو. صافي، ودابا دخلت للدار، عندي مازال واحد ساعة ونص غادي نتغدى فيها، غادي نوجد فيها كلشي باش نديرو كسكس ان شاء الله بلاتي. تبارك الله كاينين بزاف ديال الطرق ديال الخضرة وديال كل واحد شنو كيستعمل. انا هاد المرة اختاريت هاد الخضيرة، وكل مرة شنو كندير. مرحبا بكم في الكوزينه ديالي، انا وجدت شويه كلشي داكشي اللي غنحتاجو باش نديرو كسكس مع بعضياتنا. the first step that I take، اول حاجه اللي كندير قبل ما نبدا في الكسكس هي الطابليه. ضروري الطابليه.
لا ماشي ديما ضروري طبليه ولكن دابا ضروري طبليه. هذا اوبرجين غادي ما كنديروش ديما ولكن مره كيعجبني نديرو. غنديرو في الفران، درت فيه شويه الملحه كيخرج منه داك الساعه داك الماء شويه ديال الابزار. وهنا درت شويه القزبر، كركمه، الفلفله الحمراء، القزبر اليابس، وشويه ديال بودر ديال الثومه، والزيت زيت الزيتون. غادي نخلط هادشي مع بعض وغنديرو هنا فوق هذا. كنديرو في الفران، ما كنطيبوش مع الخضره واللحم. انا ما كيعجبنيش هكاك، ولكن تقدري طيبيه مع اللحم، ويكونوا بزاف الناس كيديروها مع الخضيره الاخرى. انا لا، انا كنفضل تدو سيبريت. سو غادي نوجد هذا الشيء باش غنحشيه في الفران. درنا كلشي هنا في الطنجره، اللحم، درت واحد البصله حيت غندير شويه ديال التفايه. غادي ندير نقول ثلاثه ديال المعالق ديال الزيت كبار. هذه زيت الزيتون، غير حنا كتباع عندنا ديال الطياب، ما كتكونش قاصحه بزاف، ما كتعطيش داك المذاق. اوكي، ولي كديري ثلاثه ديال المعالق كبار ديال الزيت. غادي نحتاجو الملحه، نحتاجو بابريكا، فلفله الحمراء، قزبر اليابس، سكنجبير، كركمه، معلقه صغيره ديال السمن الا كان، الا ما كانش ماشي مشكل، وورقه سيدنا موسى. كتعرفوا الحمص كياخذ شويه بزاف ديال الوقت ديال الطياب، اذا كنديروا الحمص. كنديروا الحمص، كنديروا العطريه ديالنا كامله. كنجهدوا عليها شويه. انا عندي الماء طايب هنا، غادي نزيدو معاه الماء. المهم اللحم خاصو يكون مغطي صافي، وغادي نخليوها طيب على خاطرها. واحد السير قسمته معايا حماتي الله يخليها ليا، العظم ديال التمر الا نحتيه مع اللحم دغيا كيطيب لك، ومع اي حاجه اللي كتاخذ الوقت تبغيتيها دغيا تطيب لك، الا هادي. انا كنموت على التفايه فوق سكسو. الحاجه الوحيده اللي ما كنديرش انا هو الزبيب، ما كيعجبنيش الزبيب فوق سكسو. كنديروا القرفه، الملحه، كركمه، جوج معالق ديال اغاف سيروب، ولكن تقدروا ديروا حتى العسل. وكندير شويه ديال الزعفران، شاره الزعفران. القرعه شحال هادي كنت كنديرها مع اللحم والخضيره وكنخليها طيب وكتختخ معاها، دابا لا، وليت حيت انا ما كنديرش الزبيب، وليت البصله كنطيبها على عافيه مهيله. وكندير، المهم وريت لكم عاد دابا شنو كندير كاع في البصله، وكندير معها القرعه كطيب معاها. كندير القرعه معاها هكا، حيت الصراحه علاش نقول لكم علاش، بشحال هذيك كنت كنجيب القرعه. القرعه حنا عندنا هنا ماشي ديما زوينه ولذيذه وحلوه بحال اللي كاينه في المغرب. القرعه اللي عندنا في المغرب لافيت، القرعه اللي عندنا في المغرب زوينه وحلوه، هذه لا، هذه بعض المرات كتجيبها كتكون باسله. اذا وليت كندير هذه الطريقه، منها كتاخذ داك الحلاوه وداك القرفه، مع القرفه كيجي زوين مع القرعه الحمراء، كياخذ كاع داك all the taste of it كيدخل فيه، وديما القرعه ديالي حلوه وزوينه. وكندير واحد شويه نص كاس ديال الماء معاها، واخا البصله كتطلق الماء، ولكن ملي وليت كنطيب القرعه الحمراء
مع البصيله ديالي ما كتكفيش هذيك اوف كورس ما كتكفيش وليت كنزيد واحد نصف كاس ديال الماء صافي وغنسد عليها ونخليها طيب على خاطرها واحد تقريبا طيبته واحد almost an hour ما كملش ساعه عاد غادي ندير فيه القزبر باش يتلق فيه هذا حتى هذا كياخذ شويه ديال الوقت الكروم حتى الكروم كياخذ شويه ديال الوقت البطاطا ديالنا حتى هي نديروها البنات ملي كديروا الخضره ديالكم ممكن في الاخر تزيدوا شويه ديال الملحه من الفوق نسيت نقولها لكم البنات هنا درت نص كيلو ديال الكسكس زدت عليه ثلاثه الكيسان ديال الماء خليته يرتاح واحد ربع ساعه من بعد ربع ساعه درتو يتفور جوج المرات 20 دقيقه ما بين داك 20 دقيقه كتفزقي كسكس ديالك واحد شويه عاوتاني قولي نص كاس بهذيك الكاس الاول اللي كنتي كتعمري كتخليه يرتاح واحد شويه وعاد كتزيدي تفوريه The smell is delicious. It's so good. خضيره كطيب لينا القرعه الحمراء مع البصله القرعه الخضراء وجدتها مثل شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار والفلفله هذه تاع الاخر عاد غنديرها حيت الضغية حاره بزاف وكسكس درنا له الماء وخليناه يرتاح واحد شويه باش دغيا تفور لينا البنات اللي كيسولوا كيقولوا كيفاش هذه كدير كسكس وما كديروش في الكسكاس انا ما عنديش الكسكاس ما عندناش العافيه في الدار وما عنديش الكسكاس اللي غادي يوافق ليا مع هذا اندكشن بليت حنا كنقولوا له ما عنديش اذا الحل الوحيد اللي عندي هو ان كنفورو انا هنا عندي انا في الفران عندي ستيمر نوري لكم كيفاش كيخدم so it's a modern way of cooking couscous لكم يتحل انا عندي هنا كندير الماء وبهالطريقه كنفورو طيب كسكس راه كيتفور انا كنفورو جوج المرات كاين كيفورو ثلاثه المرات على حساب المره الاولى ما كنديرش فيه الملحه المره الثانيه عاد كندير فيه الملحه كاين اللي كيدير من بعد فيه شويه ديال الزيت انا ما كتعجبنيش الصراحه الزيت حيت كتكون التيست فيري سترونغ شويه ديال الزبده كتعجبنيش ندير فيها شويه ديال الزبده البلديه صافي كلشي كيطيب تاكلوه بالصحه والراحه و انا غادي نقضي هاد الساعه سلام كوسكوس كان معتبر زوين بزاف كلينا الحمد لله شبعنا جمعنا الدنيا وقلت نهضر معكم واحد شوية بغيت نشكر كل شيء اللي شجعني واللي صفت لي positive vibes ميساج ب very very positive words حيت كانت شويه كيفاش نقول it was a little bit strange the first time talking to a camera باش نهضر في الكاميرا وباش نوصل لكم the message اللي بغيت نوصل لكم but الناس اللي شافوا الفيديو ديالي
عجبهم الحال وتانا عجبني الحال بزاف وشجعتوني باش نكمل بهذه الفيديوهات ديالي. وشكرا شكرا بزاف لكم. واخا نعيا ما نقول لكم شكرا ما نقدرش نوصف لكم هذاك الفرحه. وما بغيتش نكون I don't want to make it too much, but واخا الدموع بشي كلام اللي وصلوا ليا طاحوا ليا حيت ما كنتش كنتوقع كاع داكشي غادي يكون. والناس اللي ما كنعرفش بارطاجاو انستغرام ديالي يوتيوب ديالي صحاباتي حبابي شكرا شكرا بزاف بزاف بزاف. ونبقى نقول بزاف 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 حتى الغدا وما نقدرش ما نقدرش نوصف لكم شحال عجبني الحال وشحال فرحت. سو that's one thing. ومنين حنا كنهضروا على هاد الشجاع هاد باش بنادم كيشجعك وباش بنادم is giving you positive energy وكي كيساندك فواحد الحاجه اللي بغيتي ديري. قلت نهضر شويه على هاد الموضوع. اي واحد اللي دايرين به الناس واي واحد دايرين به الناس اي بنت امراه اللي كتفرج فيا دابا الناس اللي دايرين بك اختاريهم وكيهبطوك وما كيعاونوكش وما كيشجعوكش حيت الشجاعه غير بالكلمه الطيبه والشجاعه غير بشي ضحك ضحكه زوينه لبنادم. الشجاعه ماشي ضروري خاصهم يكونوا حوايج كبارين. بنادم كيقدر بنادم مرات يشجع بنادم غير بشي غير بشي شي 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 جيست شي موفمنت شي حاجه اللي تقدر تعطيك واحد بوزيتيف انرجي باش انت تقولي اوكي اجا انا غادي نكمل في هذا الطريق ديالي. انا خفت في الاول ولكن بالشجاعه ديال هاد الانسان غادي نكمل في الطريق ديالي. الا كانوا دايرين بك الناس اللي they don't have the same interest بك حاولي تختاريهم بالعقل ديالك وبالقلب ديالك بجوج بهم مهمين. ولكن الا شفتي بنادم كيطيح لك من المورال ديالك وكي كي ما كيشجعكش و هيز اولويز نيجاتيف اي حاجه نيجاتيف اي حاجه ما زويناش اي حاجه كيشوف فيها شي مشكل اي حاجه كيصعبها وكيتقلها وكي انت كنتي كتشوفيها كسهله وتمشي ديريها وكيجي داك بنادم كيهضر معاك وكتحسي بواحد الثقل على كتافك وكتحسي بواحد الثقل في الراس ديالك. just turn around. قبل ما نختم معكم الفيديو بغيت نوريو لكم كنزو دابا جالس معنا جوج ديال السيمانات زوين بزاف. it's a British cat ما مر علينا الدار حتى هو اول مره عندنا قط في الدار حتى في الدار ديال عندنا عند الوالدين ديالي ما كانش عندنا القط اول مره. so everything is new but it's amazing. خلوا لي كومنت ديالكم بلو ان الكومنت بوكس بليز. غادي نحاول في اقرب وقت ندير لكم شي فيديو جديد ان شاء الله. كنزو كيلعب. تهلاو في راسكم و till the next video, inshallah.